هذا قال لك با مازال باقي في الحياه وكتب لخويا الارض وانا خلاني بلاش. اسمعوا مزيان، اسمعوا مزيان، اسمعوني مزيان، هذه راه كيديروا واحد العدد تاع الناس. جاء بشير بن سعد وهو ياخذ بيده النعمان، كان غلام، الى رسول الله حينما نحله نحله، عطى له شي حاجه، وقالت له مرته والله ما نعطيوها له حتى تمشي تشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي، فاخذ بشير بن سعد ابنه النعمان الى رسول الله، قال يا رسول الله حلت ولدي هذا نحله، اعطيت له شي حاجه، اعطيت لولدي عطيه فابت زوجتي اي ام النعمان الا ان اتيك لكي تشهد على هذه العطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ شو السؤال؟ شو أكل ولدك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال له لا. قال له فلا تشهدني على جور، هذا ظلم، أنا أشهد على الظلم؟ أنا تظلم ولدك وأنا تشهدني الجيب عند النبي؟ لا تشهدني على جور. ثم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. إلا ما عدلتش بين الأولاد أنت يا راك تعاون الأولاد ديالك على أن يتخاصموا ويتحاسدوا، وإلا بقيت هاكلك ومت الله يستر أولادك اللي ما عطيتهمش يبقاو يقولوا الله يحرقك في القبر، أولادك يبقاو يدعيوا لي. ألا ترى أن يعقوب عليه السلام لأنه كان يقرب يوسف وبنيامين وحق له أن يقرب لأنه صغير، فطوعت لهم أنفسهم أن ترك شو اديوا باش يقتلوه، قالوا كي يقتلوه وزو يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدين قوم صالحا. هذا راه يوسف جاي بيننا وبينه، ما يشوفناش كاع، راه أعماه، أعماه بالحب، راه ما يشوف فينا حتى نديو هذا ونقتلوه. علاش؟ واحد ان يعقوب هالمساله اللي دارها عاديه، لان ثلاثه تاع الناس اللي غادي تفضلهم في ولادك شكون هما؟ الصغير حتى يكبر زين، والمريض حتى يبرع زين، والمسافر حتى يرجع. سيف هذا سيف راه بعد عليك ولا عيالي، سيف غادي تبين لهم الحنان اكثر، واش انت غادي دير شيباني دير له كيما الولد الصغير؟ هذا علاش؟ ولذلك حبيبي كان شي ناس اللي يمنعوا البنيات من الورث، يقول له الا صرت باش نعطي البنت، البنت غادي تتزوج وتديها قبيله اخرى فتنتقل اموال العائله الى ذوك، ليا با هذيك الارض ديالك انت. ها الارث قسمه الله من فوق سبع سماوات لم يكله إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فقال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، فذكر الفرائض كلها. قال لك الله يستر السيد كيكون يعمل عمل أهل الجنة يبقى له غير شبر ويعمل بعمل أهل النار يدخل للنار، شكون هو؟ الناس ما عرفتها شكون، شكون هو؟ شكون؟ يعيش مؤمن ويصلي ويصوم قبل ما يموت، يوصي وصايا جائرة ظالمة، ويحرم واحد البنت يقول لهم أنا راني ميت والله يخليكم، الله يخليكم البنات راهم متزوجات ما عليهمش، ما تعطيوهمش، ما تعطيوش البنت. فيختم الله له برد أمر الله من فوق سبع سماوات، فمن حرم صاحب حق في الإرث حرمه الله من إرثه في الجنة. سمعتوني لو شركوا راكو تفهموني ولا غير نزقي؟ واش راكو فاهميني ولا غير نزقي؟ اللي يحرم واحد من العائلة بنت ولا ولد بالإرث يحرم الله من حقه في الجنة، لأن الظلم ورد القسمة نتاع ربي، واللي مشى عطى لواحد وخلى لآخر هذا ظلم بكي. كاين اللي يتزوج المراه الدوزيامه والبنين صغيره
المرأة الكبيرة مع ولادها اللي وقفوا معها في النهارات الواعرين، قال لها عمي بحرك، عطى لها واحد الدويرة ورا مع ولادها، والأخرى كتبها الدار، كتبها البلان، كتبها الكذا، كتبها الكذا. فرق غادي أنت، أيما رجل تزوج امرأتين ولم يعدل إلا حشر يوم القيامة وأحد شقيه ماي. فرحان يتشق على زوج ويمين هكذا يتحشر يوم القيامة، يتعرف يوم القيامة بهذا الشيء الظالم، هكذا يتحشر يوم القيامة اللي ظلم فولاده. لذلك الإنسان إلى هذا السيد راه حي، هذا البين راه حي وراه حاضر، ومش عطر واحد الولد وخلى أخوه. الخو بعدا خصو ما يقبلش، يقول له با انا نحبك با، ما تعطينيش وتخلي خوتي لان انت انا غادي تخسر، وانا ما بغيتكش با تعذب فيه مسبتي. انا واحد السيد جا عندي رباه واحد السيد، هو دار ولده، لكن عرف الثاني ما الا هذا غير رباه، ومن اللي دار ولده هو اللي غادي يدي كل شيء. قال لي انايا مات اللي رباني جزاه الله خيرا وخدم عليا وتكفل بيا، لكن من اللي دارني ولدو راه غادي يمشي لجهنم، لان ربي يقول دعوهم لابائهم، وغادي ندي واحد الحق اللي ماشي ديالي، وانا ما غادي ندي حتى شي حاجه باش هذاك اللي رباني يسلكو ربي من النار. فتنازل عن كل شيء وهو كوافير، كوافير يحسن. شوف الذريه هذا ماشي حتى ولد، شوف واه سيدي واه الناس المؤمنين الاولياء. فهمتوني؟ طرابيه.